ساعات بتبقى شايف انها قربت وانت لسه ما وصلت لهاش، تشوف انك في اخر الكتاب وتبقى كم صفحة بس ما تعرفش انها تبقى عاملة ازاي. احساس خلاص كده هي دي نهاية القصة، هو المكتوب دوت اند، هل دي نهاية الفيلم؟ تتر النهاية مزجته خلاب، ببص عالكريدتس ملقتش غير اسمي واسمك. طب خليها مسلسل، دي نهاية اول حلقة، دايما في ساحل بس دي مش سحلة، مش مفهوم اللي بيحصل. هل دي نهاية الرحلة؟ بعده دوامة وانا معيش عوامة، المركب بتغرق والمية بتسخن، زلزال الف ريختر، حد يفهمني اللي بيحصل. داخل انام وانساها مع الاوهام، صحيت في نص الليل ربت منها في الحلم، حد يقولي اروح فين، حد يقولي اقول ايه، مفيش هروب اول ما الشمس تروح. ما تحك عليا نصب، كل حاجة ماشية بالنص، مفيش تغيير مع اني تعبت كتير، خسرت ناس كتير، عايش منصوب ومفيش تمييز، يقولوا اتكلم بس مفيش تعبير، كلها اكاذيب لازم تعرس علشان تعيش، مفيش تغيير. ايوه نور الشمس طالع من الشرق بيفكرني، قول له ايش طمني، الكون بيشد بيقول لي ما تتكلمش، نفس الحكاية نفس القصة بس الشخصية بتتغير وانا طبيعي اتغير، لازم القصة تتغير.